المفروضات المتطوعات لدى مؤسسة ام بي سي. نشكر مؤسسة ام بي سي كتابيس على دعمهم المستمر لنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في قطاع غزة، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات المتطوعون في NBC، أهلا وسهلا بكم اليوم، وباسم NBC وباسم كتابيسة نقدم مكافأة مالية للمتطوعين في NBC والذي يزيد عددهم عن 80 متطوع ومتطوعة منتشرون في قطاع غزة. نثمن جهود إخواننا المتطوعين في هذا الميدان المبارك، في ميدان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ميدان تثبيت الناس في هذا الحرب، في ميدان تثبيتهم وإبقائهم وبقائهم في بيوتهم أمام هذه الغطرسة وهذا العدو الغاشم على ديارنا وبلادنا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك في جهودكم جميعا أيها الإخوة المتطوعين في هذه المؤسسة المباركة. نشكر إخواننا في مؤسسة NBC ومؤسسة كتابيسة على جهودهم المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن المحافظات المتطوعات لدى مؤسسة NBC. نشكر مؤسسة NBC كتابيسة على دعمهم المستمر لنا في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها في قطاع غزة، وشكرا لكم.